قبل ما نبلش حديث البلد مع الضحكة بنختم كمان مع الضحكة. الليلة رح نشوف على الليد أحلى الكاريكاتيرات اللي وصلتنا هالجمعة عبر أبليكيشن كاريكاتور. لازم تنزلها جورج، أنت عندك سنس أوف هيومر هالأبليكيشن الحصرية بحديث البلد واللي أعلنا عنها مع انطلاق الموسم. عن جد بنحب تبعتوا لنا كاريكاتير. ما تنسوا تبعتوا تعملوا داونلود لأبليكيشن كاريكاتور من أي سمارت فون عندكم إياه، وفيكم تنقوا الشخصيات اللي بتحبوها اللي موجودة وتحطوها بالسيتويشنز اللي بدكم إياها، بالباك جراوندز اللي بدكم إياها، وتحطوا لها الحوار اللي بيجي على بالكم أو بتحسوه مهضوم، وتمضوا اسمكم أو اللقب اللي بتحبوا تطلعوا فيه وتبعتوها على حديث البلد. هلا خلينا نشوف سوا شو وصلنا هالأسبوع من الكاريكاتيرات. عم نشوف اليسا مع الدكتور سمير جعجع. اليسا بتقول له بستناك، بستنى اشوفك على الكرسي واستريده معك، يعني بعتقد هي بستنى اشوفك على الكرسي واستريده معك. بتعرفوا قد ايه صوتها حلو؟ سامعين قد ايه صوتها حلو؟ ها هلا انا عادة دائما بعض مرات بس بكون عم بحضر بصير عالي لما بتغني. ميرسي بدي اجرب على جين هلا بنزل فيديو كليب. لا ما رح اغني هلا. ثانك يو جورج، ميرسي. دكتور جعجع بيقول لها اكيد 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 وبتصير سريدا اسعد وحده. ميشيل الفترياديس مع مايا دياب. ميشيل بيقول لها بدك تفوتي معنا على نوير ستان. مايا بتقول له اذا في سولاريوم فوت. تحيه لمايا اللي امبارح سمعنا سوا ثاقبت. الدكتور جعجع كمان عن جديد بيقول له ابو الميش للجنرال، اكيد مثل ما شايفين. ابو الميش شو رايك يكون في رئيسين؟ انا 14 وانت 8 اذار. الجنرال عم بيقول له اوف فكره كثير حلوه، منك هين يا حكيم، انا قبلين فعال. اذا هيك بس في بلدين على هالمعدل. يا ريت بيقعدوا حد بعد هالكرسي وبيريحونا بقى، بيكون كثير منيح. عن جد بس ما هو المشكله انه الكرسي ما فيها ضيوف. ما بتساعدنا. ما بتساعدني ما بساعد غير شخص. المهم يقعدوا ويتفاهموا. هي واحد وما عم بتساعد. كان قصدك يعني. هي واحد وما عم بتساعد. من الحديث. يقعدوا فوق بعض. وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت.